خليني، احنا عملنا تقرير طبعا كاميرا الابطال عن بطوله كاس مصر لحضراتكم طبعا، او تغطيه كمان كبيره عن البطوله، خلينا نشوفها اعزائي المشاهدين. هنطلع لتغطيه عملتها كاميرا الابطال عن بطوله كاس مصر للاساتذه، خلينا نشوف التغطيه وارجع لحضراتكم تاني. والله هي بطولة الأساتذة من البطولات الممتعة الجميلة اللي بترجع الناس والأبطال القدام تاني اللي هم كانوا ادوا للنادي الأهلي في جزء كبير جدا من عمرهم بطولات وإنجازات، بترجعهم تاني وبتخليهم يفضلوا يمارسوا الرياضة اللي بيحبوها. واحنا كنادي بنهتم بيها، ليها اهتمام خاص سواء من مجلس الإدارة أو من جهاز النشاط الرياضي بالنادي، بيبقى ليها اهتمام، بيقولوها اهتمام خاص، لان دول يعني الناس اللي هم ادوا للنادي كتير قوي قوي، فمن حقهم واجبهم واجبنا واجب النادي ان هو يعني يفضل معاهم ويفضل واقف معاهم لما يكبروا في السن في المرحله الكبيره بتاعت السن بتاعتهم. يعني ان شاء الله البطوله دي مشارك في مرحله 55 59 باذن الله، شاركت في سباق 100 متر ده الحمد لله طلعت الاول، وامبارح كان سباق 50 متر صدر طلعت الاول برضه الحمد لله ورقم قياسي جديد، وشاركت في التتابعين، التتابع الاولاني 4 في 50 متر حره، اسف 4 في 50 متر متنوع مختلط طلعنا الاول، وشاركت برضه في تتابع 4 في 50 متر حره رجال والحمد لله طلعنا الاول. طبعا مشاركات بطوله الماستر بشكل عام بتضيف كتير قوي للرياضيين، بالذات الرياضيين السابقين، واهتمام النادي الاهلي بيها الفتره الاخيره مشجع جدا، بالذات ان هي دخلت في الدائره العام يعني نقاطها بقت تتحسب، فمعظم ابطال النادي ابتدوا يرجعوا ويعوموا تاني ويشاركوا، في تشجيع من الجهاز الفني بكابتن وائل عزت طبعا ان الناس ترجع وتشارك ويبقى في موتيفيشن كده ونبقى تيم تاني زي زمان موجود، الناس القديمه والناس الجديده، ان الميكس ما بين الاجيال مش حاجه سهله، لازم يبقى في سيستم، والسيستم ده الحمد لله موجود عندنا في النادي. تاثير البطوله دي اولا هو حاجه تشجيعيه ان الناس تكمل رياضه بعد ما بيبطلوا الفيرست تيم زي ما كلنا حصل لنا في السنين اللي فاتت، والاهتمام اللي احنا بنشوفه من الانديه والاتحاد في الوقت الحالي بيخلي الناس بتفضل محافظه على انتظام الرياضه بتاعها او ممارسه الرياضه بتاعتها، وبعدين بتقلب معانا ان بيبقى نرجع تاني لمود البطولات او الكومبيتيشن، فبتلاقي الناس بقت منتظمه اكتر في ديسيبلين اكتر، وبالتالي بنبتدي نحاول كل واحد يشوف او يتست نفسه هو عمل ايه في خلال الست شهور اللي فاتوا دي. كنت في المرحله بتاعتي لما كنت بعوم كنت كابتن النادي وكابتن منتخب مصر وكنت بطل افريقيا وصاحب رقم افريقيا ولعبت الاولمبياد، وطبعا بعد ما خلصنا الكارير في السباحه اللي هي العاديه دلوقتي احنا بنلعب في الاساتذه، انا بلعب في مرحله 50 54، خدت كاس احسن سباح في البطولات اللي فاتت، والبطوله دي هي الحمد لله اول يوم خدت فيها 4 ميداليات ذهب. طبعا احنا دلوقتي عشان خاطر كل واحد عنده الشغل بتاعه، بس بيحاول طبعا يوفق ما بين الشغل والتمرين والاولاد بقى والبيت والكلام ده كله، بس الحمد لله بنقدر يعني ان احنا نوفق بينها عشان خاطر نقدر البطوله الاساتذه دي هي بيبقى فيها طعم تاني غير البطولات الصغيرين. انا كنت بطله الرابعه على العالم ومعديه المانش مرتين، والرقم لغايه دلوقتي لسه مكتوب باسمي لغايه في محاوله عبور المانش، وبعد كده قعدت فتره بعيد وبعد كده رجعت للماسترز. أنا بعوم من سن 55 ل60، اللي بيبقى بطل ما بيقدرش يطلع عن المية، بالذات في السباحة ما بتقدريش تطلعي عن المية، وبعدين صحة، بنعوم لصحتنا وبنعوم للنادي الأهلي، والبطولات دي بقت لذيذة وبنسافر وبنيجي، فطبعا السباحة دي حاجة في دمنا فما بتقدرش نبعد عنها. الحمد لله بمثل النادي الاهلي من وانا لسه مولوده يعني انا بطله عالم في المسافات الطويله وبطله بحر ابيض في المسافات القصيره، زائد ان انا طبعا بمثل النادي في الماستر من اول يوم اتعمل فيه الماستر، انا بمثل بقى دلوقتي اللي هو 70 سنه. الحمد لله طبعا النادي لما بيحتاجنا ما بنقدرش نقول لا، 70 80 زي ما يكون ربنا مدينا الصحه، المهم يديها لنا اي وقت النادي بيطلبنا ما نقدرش نقول لا، حتى لو ورانا حاجه.
فالحمد لله انا شاركت في سباقات وخدت ميداليه ذهب وانا فرحانه قوي طبعا لان البطوله دي بالميداليات. احنا في نادي نيو جيزه بطوله كاس مصر للسباحه للاساتذه. احنا كنادي اهلي مشاركين بعدد كبير من السباحين. دي مش اول مشاركه ليا، دي تعتبر المشاركه للسنه الثالثه ليا في الماسترز. البطوله اللي فاتت حصلت على كاس احسن سباحه في المرحله العمريه 50-54، وكنت واخده فيها 4 ميداليات ذهب وواحده فضه. انا كنت سباح بريست وفراشه زمان قوي وانا صغير، لظروف اصابه في رجلي فما قدرتش ان انا اعوم بريست، فاتجهت للكرول والباك، وكابتن محسن ظبط لي حاجات وصلح لي حاجات، ويعني باشر تدريبي بالمعاونه او بالتعاون مع زملائي وتشجيعهم ليا، قدرت ان انا احب السباحه اكتر واستمر في التدريب وواظب. انا اللي بشكر النادي الاهلي لانه بيتابع ابنائه في الصغر وفي الكبر. النادي الاهلي بيرعى ابنائه في جميع الظروف.